هو يسأل يقول مسافر صلى المغرب ووجد جماعة سيصلون العشاء، من الذي يتقدم بالإمامة؟ هل يقدم المسافر حتى يصلي ركعتين؟ هذا أنا هذا من الدلع. قضيت لا مسافر قدموه عساس يصلي بس ركعتين يستانس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم، سواء كان مسافرا أو مقيما. ما قضيت والله عشان هو يصلي ركعتين، مو لازم يصلي ركعتين، خلي يصلي 24، المشكلة ليش صلاة ثقيلة لهالدرجة يعني. وأنا أفضل في مثل هذه الحالة إما أن يصلي وحده، وإما أن ينتظر إذا انتهوا من صلاتهم أحدهم يتصدق عليه يصلي معه جماعة حتى يصلي العشاء ركعتين وذاك يصليها نافلة.